السلام عليكم. اولا وقبل كل شيء كنشكروا صوت العداله على المواكبه والتتبع ديالو للشان المحلي والوطني. بكل صراحه هذا البقر اللي جانا من البرازيل واش احسن من البقر ديالنا؟ هذا سؤال كنطرحوه، راه ماشي احسن منه، فهمتي؟ لان بكل صراحه البقر ديالنا، البقر ديالنا اللي كاين فيه البلدي شارولي لورما الى غير ذلك هولندا، هذه هي اللحوم اللي كنا كنستهلكوها. اليوم كتجينا لحوم كانت من دوله اللي هي فيها المجاعه، الشعب ديالها تقريبا 35% حتى 40% كيعيشوا واحد اشكال نوع من المجاعه. احنا نعاود نطرح انا سؤال اخر، فين هو المخطط الاخضر اللي جا به سي اخنوش؟ فشل، فشل به بكل رتبه، راه خير دليل عن ذلك راه ما صرح به سي جواري، ما صرح به سي الحليمي، راه التصريحات ديالهم راه كانت كافيه وشافيه حول هذا المخطط الاخضر اللي باغي يبداو يصدروا لبرا، وهذوك الناس يستافدوا اللي هما لا علاقه لنا بهم، في حين ان السوق ديالنا فرغوها من محتواها ولينا كنعيشوا حنا ظروف ماساويه. خويا كاين فرق بين اللحم ديال المغرب وفرق بين اللحم ديال البرازيل، هذاك اللحم كيبان لك صفر، اللحم ديال المغرب تبارك الله كيبان احمر، كاين فرق. ما عرفنا دابا ذاك اللحم، اللحم ديال بحال اللحم ديال بحال ديال لحم الجمال، فهمنا باش كاين فرق بزاف كثير. والحكومة الله يهديها، هذاك الشيء اللي دارت هذاك الشيء ما خدامش، هذاك الشيء واخا يجيبوا يجيبوا اللي جابوا اللحم المغرب ما عمره غيصيب يجيبوا بحاله، ما كاينش ما احسن منه، واخا يمشيو ما جابوا ما عمر اللحم ديال البلاد ما عمره يجيبوا بحاله. خويا بقر الله يجي من البرازيل بحال غادي يجيبوا غير الناس اللي ما استطاعتهمش ياخذوا ذاك اللحم ديال 100 درهم الكيلو ولا هادشي اللي في المعتقد ديالي انا، حيت كاينين البساطة ما يقدرش على كيلو ب 100 درهم، هذاك البرازيل غيكون طايح عليهم رخيص، جابوا لعباد الله يقدر يكون مريض ما مريضش، هما غير جايبينه بكثرة ما عرفنا واش غيصدق ولا ما غاديش يصدق، هذا هو المشكل اللي كاين دابا، حيت الفقير ما يقدرش على ب 100 درهم الكيلو ديال اللحم ديال البقري، هما جابوا لهم بحال يقدر يعطيوك اللحم ديال هذاك القاموس ديال البرازيل وما تعرفوش انت، ويقدر يبيعه لك ب 100 درهم، المشكل ما تفرقش ما بين ديال البقري ديالنا حنايا وديال البرازيل، ما كاينش الفرق، ما غتلقاش الفرق الا مشاو تذبحوه وسلخوه عطاوك اللحم ما غاديش تلقى الفرق، يقدر يجيك ديال البرازيل بنين على ديالنا. انا ضد هذا القاموس اللي غيجيبوه من البرازيل، ضد ديالو، ما كتعرفش هذاك القاموس اش واكل، فين كان مربي، فين بزاف ديال الحوايج، واش فهمتي؟ مين جابوه واش من البرازيل ولا ماشي من البرازيل؟ كيقول لك من البرازيل، حنا عارفينه من البرازيل، كيكون في البرازيل في الهند بزاف ديال الدول، ولكن باش حنا عرفنا هذاك واش مداوي واكل ماكله مزيانه. القضيه ديال اللحم ديال البقر الجاموس الذي استورد من 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 دوله البرازيل، هذا شيء انا بعدا لا اتوافق مع هذا مع هذا مع هذا البقر هذا، وبالخصوص لانه ربما هذا اللحم حنا ما مولفينوش ما عارفينوش، شكون قال هذا اللحم انا يسبب لي في مرض خبيث او يسبب لي في كناكل شي حاجه مسرطنه او شي حاجه من هذا القبيل هذا، فلهذا ولو انا يقول لك راه حقا صالح الاكل رخيص ما انا ما نثقش فيه، لانني انا مولف البقر المغربي، مولف الغنم المغربي، مولف المنتوج المغربي، فانا بالتالي غادي تفرض عليا واحد المنتوج اللي جاي من الخارج قولوا ما تقولش لي كل هذا اللحم، اعطيني حتى اللحم الحلوف واقيلا تو ناكلوا على هذا الحساب، وهذا الشيء اللي بقى انا ملي يجيب لي اللحم برازيلي بحال عطيتيني الحلوف، والله ما يمكنش نوكل ولادي البقر ديال جاي من دوله مسيحيه وانا كنعيش في دوله اسلاميه مغربيه قحه، وعندي جزاره كنعرفهم، كنمشي عند الجزار المغربي اللي كيعطيني كيتقلد وعندو الرخصه المغربيه وكيعطيني اللحم المغربي والكفته المغربيه، ولهذا انا ارفض هذه القضيه ديال هذا اللحم البرازيلي ولا هذا القاموس البرازيلي اللي دار حاله في المغاربه، وكنشوف واحد الكاميون واحد العربه اللي هي شاحنه ربما طاحوا من هذه الجواميس في الرباط ودار واحد الحاله في هذيك الشوارع، اش نقول لك؟ راه لا اله الا انا بعدا تخلعت والله الا تخلعت. كنعرفوا بان المغرب الاخضر معروف بالعلف ومعروف المغرب الاخضر معروف بالعلف ومعروف بالفلاحه ومعروف بكل شيء، غير دابا انا اللي بغيت نقول لك كاينين الناس اختصاصيين اللي كيراقبوا هذا اللحم هذا بحكم التجربه ومن باب العلم، حنا ما عرفناش، حنا خصنا نجربوا، وقبل ما نجربوا كنشوفوا ناس اختصاصيين كيجربوا هذاك الشيء، الا كان صالح كل شيء هو مزيان، اما اللي ما كانش صالح للمجتمع المغربي ومصالح كل شيء البشريه كامله
فهو احنا ما اول مره غنجربوه غيكون شك الاحتمال والاحتياط اللي غنحطوه هو اننا احنا قبل ما نجربوه اننا احنا نحطوا ناس اختصاصيين انهم يراقبوا هذوك البقر جميع الابقار اللي كاينين دابا اللي غيستوردوا من برا وباقي عندنا احنا خوف وعندنا شك السبب ديالو هو عدم تجربه ما كانش عندنا تجربه قديمه ولا اول تجربه في هذا اللحم هذا الصراحه عندنا خوف وعندنا شك فيه وعندنا قلق منه.